معانا الأستاذة سهى من بورسعيد. السلام عليكم يا شيخنا. أهلا وسهلا، ازيك يا أستاذة سهى؟ اتفضلي، عليكم السلام ورحمة. الحمد لله. بعد إذنك يا شيخ، أنا متجوزة بقالي 5 سنين وبشتغل طيب وخلفت بنت، فأنا مش عارفة يعني، كنتش أخدة بالي إن أصلا المفروض هو زوجي يصرف والكلام ده، فما كانش بيأثر معايا، كنت بصرف أنا. فالوقتي أنا قاعدة من الشغل عشان بنتي يعني لسه رضيعة وكده، اكتشفت إنه ما بيصرفش علينا حاجة، وكل ما أجي أطالبه بكده يقول لي ما بس انا عجباني قوي ان انا ما كنتش واخده بالي ان هو المفروض يصرف، يعني امال هو لان انا كنت الراجل المفروض يعمل ايه في البيت؟ يعني المفروض او الف يعني ب جواز. احنا متجوزنا في شقتي دي بتاعتي انا، فهو فرشها لي ووضبها لي وكل حاجه، فبدات انا اصرف بقى، مش في دماغي، مش مركزه يعني، فلان مش يعني بدل ما اقول بعد ما اخلص نفسي اجيبه جام الحاجات بتاعتي طلبتنا من البيت، من الشارع يعني، انا جاي. طيب وبعدين؟ اما قعدت بقى في البيت اكتشفت انه ما بتصرفش علينا حاجه، وباجي اطالبه الوقت بصريف بنته حتى بلاش انا، بيقول لي ما انت موظفه واشتغلي وصرفي عليها، ما هي بنتك برضه. انا مش عارفه اعمل ايه، هل ده صح؟ انا عايز اعرف حكم الشرع يعني، هو ده كده صح؟ لا مش صح، هو الرجل لابد ان هو ينفق وينفق طب هو بما الوقت يستطيع. المفروض يبقى ليه كلمه عليا بقى وسلطه عليا وراحه فين وجايه منين، هكلمك بس ولا الاول، خلينا واحده اعتبره كانه اصلا مش موجود؟ خلينا اقول لك واحده واحده بس. الاول اول خالص، هو يجب عليه ان هو ينفق، يجب عليه ان هو ينفق عليكي، ينفق عليكي. انا مش متصور ان هو ما ينفقش خالص. انت لا، بتقول بيقول انت بتشتغلي فما ما ينفعش اصرف عليكي. لا لا، هو قد يكون بيقصد ان هو مش هيديك مصروف في ايديكي، لكن اكيد ده هو بيصرف حاجه في البيت ولا ما بيصرفش حاجه في البيت خالص هو خالص. دلوقتي حاليا مسافر بقاله سنة، ففعلا ما تبعتلناش ولا مليم ده حرام، ده حرام. يعني هو بدل هو متجوزك وهو بيشتغل وعنده فلوس وما بيصرفش على البيت، ده حرام. الله سبحانه وتعالى قال ينفق ذو سعة من سعته، فهو لازم يعني. هو طب ينفق. انا عايز اعرف دلوقتي، ما اسمعيني هو ليه اسمعيني. كلمات عليا بقى في المقابل ده؟ لا ما انا مش هوصلك لانك انت تعملي اللي على كيفك، خليني بس اقول لك الاول احكام الشرع وبعد كده اقول لك الحكم الشرعي للي انت بتساليني عليه. اول حاجه، هو حرام عليه ان هو يكون بيكتسب ولا ينفق على اولاده. هذا ليس اسمه بخل، ولكن اسمه نوع من انواع تضييع الاسره، فهو يجب عليه ان هو يصرف عليكي. الامر الثاني بقى اللي انت حضرتك بتساليني عليه ده، حضرتك لسه زوجته، فمش هتتصرفي كانك مالكيش زوج. ها، هو لسه زوجك. انت بتساليني بقى ليه كلمه عليا، اصل ليه كلمه عليا دي كلمه واسعه قوي، بتوصل من اول هل لي ان هو يقول لي ما ادخلش وما اخرجش لغايه ما هو ممكن يمنعني ان انا اكلم حد راجل تاني ولا لا. فالكلام الواسع ده ما بنجاوبش عليه، احنا بنجاوب عن تصرفات شرعيه محدده ممكن نكلمك عليها. فكلمه هو لسه ليه كلام عليا بدل ما بيصرفش، لا، هو ده ما حدش يا اخوانا اي مفتي يجاوب على اي سؤال بهذه الطريقه. هو ليه كلام عليا، يعني ايه ليه كلام عليا؟ ان هو ليه، ان هو مازال حتى الان زوجي. مازال حتى الان زوجي حضرتك. ليه كلمه عليا معناه ايه؟ ان هو انا في البيت بتاعه اللي هو فرشه واللي هو اعده، فانا ساكنه في نفس البيت ده، فانا في عصمته، فاحنا هنامره ان هو يؤدي ما عليه، ونامرك كمان ان انت تحافظي على الزوجيه. لكن مش هنيجي هو لانه افسد الزوجيه اقول لك انت كمان افسدي احكام الزوجيه انت كمان، فلا. فالمساله ببساطه خالص، مش انه هو ما بيصرفش انا كمان اعاقبه وانتقم منه وكمان اوريه يعني ايه واحده زوجه، لا، ما بنعملش كده. احنا في الاصلاح الزواجي ما بنجاوبش على الناس كده، احنا بنجاوب على الناس بعقل، لان هذا الكلام لما الناس ابتدوا يقولوه خربوا البيوت. انت ما زلت حتى الان زوجته، وهو لو سمعنا انا بقول له انت لو بتكتسب ولا تنفق على اهل بيتك، او انك انت مفرط ولا تعمل ولا تنفق على اهل بيتك، فانت واقع في كبيره، انت واقع في ظلم وفي تضييع اسرتك. فاتق الله في اسرتك، اتق الله في زوجتك واولادك، لان دول اول من ستسال عنهم يوم القيامه. فاتق الله سبحانه وتعالى وانفق على اهل بيتك، ولا تكن من الفتانين، هذه فتنه، فاتق الله سبحانه وتعالى.